السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم لاباس؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا فيديو جديد ونهار جديد معاكم. ما نساوش ميماتي الغاليات، نتمنىكم ان شاء الله حتى نتوما تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. فيديو جديد ونهار جديد معاكم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم يا ربي، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في حياتكم يا ربي. نبداو ديما على الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بديت معكم البنات من الصاله، كنجمع معكم، جمعت معكم هكا الصاله، غنجمع معكم البنات الصاله، نجمع معكم ان شاء الله المريح، ندور على الدار ان شاء الله، عاد غادي نمشي هكذا للكوزينه. المهم هاد الوقيته هادي راه جيت من الكوزينه، عجنت هكذا الخبز، حطيت للبنات الفطور، فطروا هكا جو من المدرسه، مع ديك 11 البنات جاو وصافي، حطيت لهم الفطور البنات. صافي هنايا هاد الوقيته قلت لكم راهم جاو مع هذيك 11، صافي حطيت لهم، جيت انا كنجمع هنايا في الصاله، خليتهم كيفطروا هكا على خاطرهم. ايوا هادشي اللي كاين غزالات ديالي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم اخواتاتي الفيديو، وتشجعوني باللايكات والتعليق ديالكم الزوينه كيف ديما. شكرا لكم كاملين، شكر ديالكم راه كنقول لكم راكم فوق الراس، راكم عزازات وغاليات، وكنقول لكم الله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا يا ربي، الله يسهل عليكم عافاكم، غير ما تنساونيش من داك اللايك، الله يحفظكم ليا يا ربي. عرفت واحد النهار امتى ولا البارح البنات، كنت داخله الفيديو ديالي كنتفرج فيه، وعرفتو كان طالع اللايك حتى 47، وعرفتو ما حدي انا كنتفرج وكيتنقص اللايك، عرفتي من 47 هو يتحسب ليا في اللايك 42، يعني من 47 حتى 42، عرفتو صافي، وهي صافي عرفتي لايك تابع لايك كيتحيد كيتحيد، ما عرفتش واش من اليوتيوب واش الناس كيديروا اللايك وما كيكملوش هكذا الفيديو. المهم البنات الله يسهل عليكم والله يحفظكم، الا بغيتو تشجعوني وكتعجبكم قناتي وكنعجبكم حتى انا، اكيد راه عندي بنات غزالات، عندي فنات باغين يعاونوني، باغين يطلعوا القناه، راه من التعاليق ديالهم الزوينه راه كيبغوني. المهم البنات غير ما تدخلوش وتخرجوا، الا درتي لايك ما تخرجيش، علاش كنقول لكم انا ما ديروش اللايك، يعني حتى يوصل الفيديو هكا شويه في النص، يعني واحد 5 دقائق 6 دقائق ديري هكذا لايك، باش تقدر تجيك انت شي مكالمه تخرجيش بغيتي تعاودي انت الفيديو، انت راكي درتي لايك من الاول، فهمتوا؟ هو المهم هادشي اللي كاين، ما عرفتش علاش اللايكات كيتحيدوا، ما يمكنش، لان ضروري راه غتسمعوا لايكات غديروهم لينا، غادي تعاونونا، غادي ماشي كلشي ما غاديش يدير لايك. ايوا والله يسهل عليكم يا ربي والله يحفظكم في هذا النهار الجمعه، هذا جمعه مباركه عليكم البنات، الله يحفظكم والله يخلي لكم وليداتكم. المهم راه كنمونطي معكم اليوم الجمعه البنات، ما تنساونيش من اللايكات عافاكم، الله يسهل عليكم وتعاونوا معايا، بارطاجيو القناه هكذا مع الحباب والصحاب والعائله ديالكم وخوتكم يا اختي جارتك وشي وحده كتهضري معاها في الواتساب، صيفطي لها اختي القناه ديالي، بارطاجيها، هزي هكذا بارطاجي القناه ديالي وهزيها ورميها هكذا الاصدقاء ديالك، الله يجازيك بالخير. عندك الفيسبوك اختي حتى هو لوحيني فيه، الله يجازيكم بالخير، الله يحفظكم ليا، الله ينصركم، وراكم عزازات وغاليات والله العظيم البنات، الا راكم في القلب، وشكرا لكم كاملين على التعليق ديالكم الفنه الفنه. المهم هنا جمعت معكم الصلاه صافي سستها كامله، راه كتكون نقيه، غير ضروري انا كندوز هكذا البنات، حيت بناتي ما كيخرجوش ليا منها، جانا تهز كيكات مشي تاكل تما حلوه، تمشي تاكل تما الخبز، تهز دانون، عرفتو راه كاع مطبعه ليا بعدا واحد 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 البدات من هادو، وحده راه مقطره عليه رايبي، واحد مقطره عليه دانون، ولا اله الا معك يكونوا خواتي تما، انا راه كنبقى نغوت عليهم، راه عرفتي الناس راه كنبقى عرفتو، وخرجوا من الصاله وتعالوا لهنا، راه دابا التلفازه اللي عندي في المراح راه فيها الويفي، والتلفازه اللي عندي في الصاله راه فيها الويفي، هما قالت لك لا هذيك كتجينا صغيره هذيك كتجينا كبيره،
ايوا الله يهديهم وصافي. وكنبقى تابعاهم والله يوميا كنجي كندور على الصاله قليل الا ما جمعتهاش هكذا بانت لي مجموعه ولا حلفت عليهم ولا قلت لهم دابا صافي مع دابا المدرسه غادي صافي نحيد ان شاء الله ديك التيليكوموند غادي نغبرها. ايوا صافي ومنين غادي نشوفهم غادي يبدا ان شاء الله هكذا يعطيوهم التمارين وداكشي. دابا باقي ما كيعطيوهمش التمارين غير كيديروا معاهم الدعم البنات. دابا نشارك معكم الكتوبه اللي عطاوهم كيديروا بهم الدعم. كيديروا واحد الدعم البنات واحد شهر ونص بحال هكذا كيديروا معاهم الدعم عاد كيبداو معاهم عاوتاني القرايه فهمتوا البنات. ايوا دابا نشارك معكم ان شاء الله في شي فيديو جاي نشارك معكم هكذا الكتوبه اللي عطاوهم ونشرح لكم لان ماشي جميع المدارس كيعطيوهم هاد الكتوبه هادو. وقولوا لي انتم وليداتكم واش كيعطيوهم هاد الكتوبه هادو في الداخل ولا لا. المهم هنايا بعض المدارس كيعطيوهم بعض المدارس ما كيعطيوهمش لان سولت بنات الجيران ما كيقراوش مع بناتي في نفس المدرسه. المهم سولتهم لا عام الاول ولا هاد العام. المهم عام الاول كان دار معاهم هاد الدعم هذا وهاد العام هذا كيبداو معاهم واحد الدعم واحد شهر ونص بحال هكا حتى شهر 10 يعني في الوسط ديالو عاد كيبدلوهم عاوتاني اساتذه اخرين. ايوا هادشي اللي كاين. الله يعاونكم مع وليداتكم ويعاونهم مع المدرسه. دابا انا راه بناتي راه دخلوا يعني نهار الاربعاء الخميس الجمعه اي ما شاركتش معاكم وصافي هكذا فاش مشاو المدرسه وفاش هذا ما شاركتش معاكم. المهم راه مشاو نهار الاربعاء والخميس واليوم الجمعه يعني راه بداو ماشي بداو كيقراو مازال ما بداوش كيقراو ولكن كيمشيو فهمتوا البنات يعني بداو كيمشيو حتى كيشوفوا دابا الوليدات غيتجمعوا عاد غادي يبداو معاهم ان شاء الله. المهم اليوم دعاء عطاوا شي تمرينات راه دارتهم. ايوا الله يوفقكم والله يوفق مع وليداتكم يا ربي والله يعاونهم والله يسهل عليهم. هادشي اللي كاين هنايا كنجمع في المريح. غادي نجاوب واحد المتتبعه من الرحيبي قالت لي مسكينه خذي بونجات هكذا للمراح وبلا ما تقيد تمحني وداكشي شكرا لك الله يحفظك ليا. النهار يسهل الله غادي ناخذهم ان شاء الله. النهار يسهل الله غادي ندير هكذا فريش الفريش ان شاء الله. دابا راه كنعديو نهار غادي يسهل الله راه غادي ناخذ فريش ان شاء الله نحطو ولا ناخذو هكا جاهز. المهم مازال ما عرفتش البنات تيجي راجلي وان شاء الله غادي نشوفو شنو غادي نديرو. هادشي اللي كاين شكرا لك حبيبه ديالي والله يحفظك اختي وشكرا لك على التعاليق ديالك زوينه. المهم شافتني معدبه مع راه بصراحه البنات راه هاد الفراش بحال هكا كسوسي المانط وعاودي رديهم راه ماشي بحال البونج كتهزيها وكتحيديها وترديها. البونج خصك تقاد المهم البونج كتهزي كتحطيه صافي المانطه لا خصك تسوسيها خصك تقاديها. اي والله يعاوننا وصافي هادشي اللي كاين حنا صابرين نهار يسهل الله. غير دعوا معايا البنات الله يسهل عليكم دعوا معايا ان شاء الله نهار يسهل لي الله ان شاء الله راه غادي ندير هكذا فريش ان شاء الله المرح واكيد غادي نشاركوا معكم واخواتاتي. بزاف ديال البنات كيدعوا معايا شكرا لكم البارح دعيتوا معايا على حساب السكر وداكشي. الله يشافي الجميع يا ربي الله يشافيكم ويشافي جميع المسلمين يا ربي. البنات واحد المتتبعه من مصر قالت لي مسكينه راه البنت ديالها عندها 5 سنين وحتى هي مسكينه كدير ليبرا الله يخليها لك اختي الله يشافيها ويعافيها. راه السكر راه مازال حنا كبارين وكنصبروا لي عمر الله الوليدات الصغار الله يحفظها والله يخليها لك والله يشافيها ويعافيها لك يا ربي في قريب العاجل. المهم قالت لي راه 5 سنوات وهي دابا كدير ليبرا واش عندها 5 سنين واش عندها المهم قالت لي عندها 5 سنين 5 سنين وكدير ليبرا الله يشافيها لك حبيبتي. ولا بقى في داك التعليق وبقات في البنيته والله الا حنا اللي كبار وما كنصبروش والله بعد ما كتصبح فينا الدوخه وصحتنا مدقدقه لا اله الا الله وديك الشوكه راه كتعكزي عليها انا بعد ما كنعكز عليها عرفتي كيطلع لي السكر 5 4 عرفتي كامله كنعود نترعاج ولا راسي كيدوخ عليا عاد كنقول البنات يجيبوا لي البرا والله البنات الا بعمرات كنميك عليها ما كنديرهاش ما كنتبعهاش لان خاصني نتبعها كل صباح وقت الصباح في الغداء في العشاء فين ما نبغي ناكل ندك البرا ديالي. عندي جوج البنات عندي جوج هكا ديال القراعي ديال الانسولين فهمتوا. اي أيوة والله يشافي الجميع يا ربي والله الا غير كنوقفوا على وليداتنا والله كنقول يا رب عرفت البنات كنصلي كنقول يا رب عطيني الصحيحه ديالي غير نبقى مع بنياتي ونوض ونشقى
وندير شحال من حاجه والله، لان الام راه هي كل شيء في الدار. والله يشافي لك اختي ام سميره، سمير وطاليا من مصر، الله يشافي لك البنيته ديالك، ودعوا معها البنيه الاخواتاتي، دعوا معها ان شاء الله تشافى لها بنيتها يا ربي يا ربي امين. الله يشافيها ويعافيها يا ربي في قريب العاجل. وشكرا لك، تحيه لك حبيبه ديالي من المغرب حتى لمصر. الله يحفظ لك بنيتك، الله يبعد عليها شر الخلق يا ربي. هادشي اللي كاين. صافي البنات، كملت معكم الجميع الصاله وداكشي، صافي دخلت هنا للكوزينه غنوجد معاهم الغديوه. هما اللي بغاو ليا الكفته، صافي درت لهم كفته هكذا الغدا كانت عندي في الثلاجه. البنات حكيت مطيشه، درت شويه البزار، الكمون، درت البزار الكمون، شويه الخرقوم صافي، وشويه الربيع البنات، وزويتها هكذا، وشحرت مطيشه هي الاولى كنشحرها. عاد غادي هنا كتشحرنا، سالت لي البوطه البنات وما لقيتش اللي يجيبها ليا، وثقيله على البنات وداكشي. قلت نشوف شي واحد هكا في الجيران يجيبها ليا، ولا يجي شي حدا كيجيبها. ايوا صافي، المهم رديت غير في هذا الريشو هذا. عاد غير حتى هو كيطيب، غير بحال بالنسبه بحال المخيمرات والبسمن، ما كيزربش يطيبهم لك. اما الطاجين اولا الكوكوت اولا شي حاجه دغيا كيطيبها، ولا اتاي زوينه البنات، كاين نفع بصراحه. ايوا سالت لنا البوطه يا اختي اش غادي نديرو. ايوا صافي البنات، الكفته راه درت فيها حتى شويه ديال الربيع، شويه الكمون، شويه البزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم. ايوا صافي، ومعك تركشتوني دخلت فيها العطريه، وغادي نديرها ان شاء الله حتى نكورها في الطاجين. هنا بطاطا غادي نديرها ليهم في الفران، هنا راه صافي طاب الخبز، غادي ندفع البطاطا دابا في الفران. قلت بلا ما نقليها ليهم غادي ندير فيها واحد شويه البزار حتى هي، وشويه ديال التحميره، شويه الملحه، الزيت، وصافي البنات. وغادي نديرها ان شاء الله هكذا في الفران طيب، هكذا توجد معايا بما وجد هكذا الغدا توجد معايا. من هنا كان باقي الوقت، كان هنا باقي الوقت البنات. ايوا صافي، هادشي اللي كاين. نتمنى ان شاء الله اختي يعجبك لا فيديو ديالي. ها نتوما البنات، ما تنساونيش من لايك، الله يجازيك بالخير، عافاكم تعاونوا معايا وطلعوا القناه محتاجاكم، والله يرحم ليكم الوالدين. اي وحده كدير ليا مشاهده الله يرحم ليك اختي الوالدين ديالك، والله يخليهم ليك ويخلي ليك وليداتك. وشكرا لكم، راكم في القلب الغزالات ديالي، الله يعطيكم قصر في الجنه. شكرا لكم. اي بنت كتعاون معايا راه كندعم معاك، ماشي غير في الفيديو، راه كنتعامل معاك حتى ملي كنقرا التعليق، راه كنقول لك اختي سيري الله يسهل عليك، سيري اختي الله يعطيك قصر في الجنه، سيري اختي الله يعاونك، الله يخلي لك الوليدات ديالك، والله يزوجك الا كنتي بنت، ولا كنتي ام الله يعطيك الوليدات، وليداتك ان شاء الله، وتشوفي وليداتك تنتيا كيدوروا حداك. هادشي اللي كاين، كندعم معكم البنات من قلبي، ربي اللي عالم. هادشي اللي كاين الغزالات ديالي. هنا غنجاوب واحد المتتبعه سميتها امان امير بحال هكذا، كانت قالت لي الا بقيتي هكا ديري شي كيكه ولا شي حاجه، خلينا المقادير ديالها على حساب الكيكه اللي درت معكم البارحه البنات، حطيت معكم في الفيديو. كنت البنات ما شاركتش معكم، انا ديما كنشارك معكم الكيكه، داكشي انا ما شاركتش معكم، ولكن راه قلت المقادير ديالها. انا ما يمكنش ندير شي حاجه وما نقولش المقادير ديالها، ضروري ندير كنقول المقادير ديالها. راه فاش كنت كنمونطي معكم راه قلت لكم درت فيها جوج بيضات، كاس ديال الحليب، كاس ديال دارون، قبيصه ديال الملحه، ربع كاس ديال الزيت، وصافي. وطحنت المقادير البنات، ودرت هذوك الخليط في السوبيره، ودرت الدقيق على حسب الخليط فهمتوا، ودرت جوج خمارات وواحد جوج معلقات هكا ديال الخل، لا الا عندك، ما كانش عندك ماشي ضروري، وصافي. وخلطت الكيكه ديالي ودرتها في المول، راه ما يمكنش انا ندير شي وصفه وما نقولهاش. ايوا هادشي اللي كاين حبيبه ديالي، وشكرا ليك، وشكرا على التعليق ديالك، شكرا حبيبه ديالي على اللايك ديالك، شكرا لكم كاملين كاملين. صافي هنا البنات، راه رديت كلشي، رديت الغدا، رديت كلشي كيطيب، صافي بقى لي هنا غير الجفاف. صافي كنجفف، صافي جففت هكا الدار، هذا روتين ديال نهار الخميس ديال البارح البنات. صافي غنجفف الدار ان شاء الله، عاد غادي ندوز نحط ليهم الغديوه. ايوا هادشي اللي كاين، روتين اختي هكذا فيه الحداقه والنشاط كيف ديما اي ام في دارها، راه هذا هو الروتين كديريه يومي عندك. الشقه ما كيساليش، سبحان الله العظيم، راه ما كيساليش،
راه فيه شحال من حاجه، راه طويت الحوايج هنايا، راه غير ما شاركتهمش معاكم باش ما يجيكمش هكذا الفيديو طويل البنات. طويت الحوايج، كانوا عندي الحويجات طويتهم، استفت هكذا الماريو. ايوا ضروري من الروتين اختي، ضروري من الشقا والحركه، الحركه زوينه، الواحد ينوض يتحرك وينوض يشقى اختي، وينوض يحيد العجز وتنوضي لدارك ونوضي بكري. دابا مع المدرسه راه تبارك الله راه كنساليو الشقا ديالنا، صافي ولا منظم، ماشي بحال الايام ديال العطله. الحمد لله الحمد لله، نعسنا شبعنا نعاس راحه. الحمد لله صافي، دابا المدرسه راه كنوضو مع وليداتنا كنصيفطوهم. ايوا صافي، راه كنوضو نفطرو هكذا ونديرو شحال من حاجه ونبداو الشقه ديالنا. كتشوفي راه كل نهار كتجبدي، كتقولي شنو غادي ندير شنو غادي ندير، هادي كاين شي تخمال راه كتنوضي تخملي، كاين شي هكا جميع ديال الدار كتدوري على الدار وصافي. هادشي اللي كاين غزاله ديالي. بغيت نجاوب المتتبعه ديالي مينا الرحيبي، اللي قالت لي دعي لي مع بنتي، مع بنت يعني الحفيده ديالها، كتعصبها وعصباتها ما عرفتش. كانت قالت لها بغات هذيك ديال لانش بوكس. كنقول لك الله يهديها الله يهديها، غير صبري معاها وديري لها الخاطر، هذوك هما الوليدات. صبري ان شاء الله، قولي لها دابا نشريها لك، دابا كلشي ان شاء الله نشريه لك، دابا كلشي ان شاء الله نوجدو لك. الوليدات راه كيبغيو الخاطر، الا كانت باقا صغيره راه ضروري كيكونوا عصبيين، وخاصك ديما الوليدات تعلموهم القناعه، يعني ماشي بغا ديك الحاجه نوضو نشريوها ليه ديك الساعه، لا خصو يصبر، خصو شحال من حاجه، راه مره كتكون عندك مره ما كتكونش عندك. المهم هادو هما الوليدات، غير نقولوا لهم واخا دابا نشريها لك، دابا ان شاء الله ناخذها لك وشدي بخاطرها ان شاء الله، والله يهديها لك يا ربي، والله يعطيك الصبر معاها. الوليدات راه صعابين شويه، خصوصا اللي كانوا عصابيين راه كيكونوا صعابين شويه، الله يعاونك معاها. وان شاء الله الاخوات غادي يدعوا لك مع الحفيده ديالك، والله يحفظها عليك. البنات راه متتبعه وفيه، مسكينه كتخلي التعاليق ديالها، كتضبل لي التعاليق. شكرا كاع البنات اللي كيضبروا لي التعاليق وكيديروا لي اختي القلوبه وكيتعاونوا معايا، شكرا لكم. وشكرا لك اختي مينا رحيبي، شكرا لك، الله يحفظ لك الحفيده ديالك، الله يحفظها لك والله يصبرك معاها. هادشي اللي كاين، غير صبري معاها، ودابا دير عقلها ان شاء الله، وقول لها دابا ناخذ لك وصافي، راكم عارفين الوليدات. هادشي اللي كاين اختي الحبيبه، شكرا لك. وتحية لواحد الأخت من الجزائر سميتها عائشة، أم بديعو عند الكونت سميتو أم بديعو، قالت لي أنا عائشة من الجنوب. كنقول لك حبيبة ديالي مرحبا بك أختي، راه متتبعة هي مرة كتخلي لي التعليق ديالها، مرحبا بك أختي. وتحية لك حبيبة ديالي من المغرب أختي، حتى الجزائر، جزائر الجنوب ديال الجزائر، حتى أنا أختي في الجنوب. حتى أنا راني ساكنة أختي في الجنوب، أنا ساكنة في الجنوب ديال المغرب، ومرحبا بك والف مرحبا، ساكنه في الداخله يعني من الداخله اختي حتى الجنوب ديال الجزائر، مرحبا بك اختي، نورتي القناه ديالي ومرحبا بك والف مرحبا. وكاع جميع المتتبعات اللي من الجزائر اللي كيدخلوا عندي، ام الاء واحد الكونت سميتو الاء، حتى هي من الجزائر، حتى هي كتخلي التعليق ديالها الزوينه. تحيه لكم كاملين اخواتاتي، تحيه للناس الجزائر، الله يحفظكم ليا. راه عندي متتبعات من الجزائر تبارك الله، بحال عندي النسبه بحال المغرب بحال الجزائر، الله يحفظكم ليا يا ربي، وشكرا لكم، والله يخلي لكم العائله ديالكم والوليدات ديالكم، والله يسهل عليكم. اي بنت كتشوفني من الجزائر او لا كتشاهد القناه ديالي، كنشكرك حبيبه ديالي، كنقول لك شكرا لك. ايوا هذه هي الغديوه ديالي البنات، حطيت هكذا الفريت والطاجينه، وباقي اختي كيطربخ. هو باقي اختي كيطربخ، راه حيدتو من فوق الريشو حيت الريشو كيشد اختي، طفيت عليه وبقى شاد هكذا السخونيه. ايوا هذه هي الفريت البنات، راه كلاوه ليا، عرفتوا البنات راني كنت كنوجد وكتجي جانا كتهز دوعة كتخطف ليا حتى هي. ايوا اش غادي ندير، مخبيز ديال الدار راني عجنتو البنات. ايوا صافي هذا هو الغديوه ديالي، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوار غزالات ديالي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم غير الفيديو، وما تبخلوش عليا، ما تبخلوش لي، ما تنساونيش، الله يسهل عليكم. وتحيه لناس تونس،
تحية الأخت فاطمة من تونس، تحية واحد الأخت تهية من تونس عندها قناة. شكرا لكم كاملين، مرحبا بكم وألف مرحبا، ومرحبا بالجالية المغربية حتى هي ديالنا، مرحبا بكم وألف مرحبا. تحية الناس مصر، تحية الناس الدول العربية اللي كيتفرجوا فينا، تحية الناس المغاربة ديالنا، تحية لكم كاملين أخواتاتي فين ما كنتوا، تحية لكم والله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا يا ربي. عرفتوا دابا البنات راني كنتفكر شي تعليق هكذا، والله الا كنكون كنمونطي وكنتفكر شي تعليق لا شي اخت هكذا سولتني على شي حاجه. ايوا هادشي اللي كاين صافي هنا. كنقول لكم تحيه لكم فين ما كنتو خواتاتي الغزالات، فين ما كنتو اي بلاد، والله اختي لا مرحبا بيك ونورتي القناه ديالي. هذا شرف ليا انكم تدخلوا وتعاونوني، والقناه راه قناتكم اخواتاتي، راكي كنقول لكم راه القناه راه القناه ديالكم. الله يحفظكم ليا يا ربي، كيف كنقول لكم الله يخليكم ليا والله يحفظكم ليا والله يسهل عليكم والله يخلي لكم الوليدات ديالكم ويخلي لكم الصحيحه ديالكم. غير دعوا معايا وفي القناه ديالي وتعاونوا معايا، الله يحفظكم ليا يا ربي. وشكرا لكم كامل على المشاهده. صافي هنايا كنوز اختي في الكاسكروت، كانت عندي هنا اختي وصافي البنات، كنت كنوجد هكذا في الكاسكروت، ما شاركتش معكمش عاوتاني حتى الكيكه هذه عاوتاني البنات درتها غير بالليمون. صافي غادي نشاركها معاكم دابا، نقطعها ونشاركها معاكم دابا. دابا البنات ما كنتش ناويه نصور وداكشي، صافي قلت صافي زعما بلا ما نزيد شي حاجه اخرى. ايوا صافي ملي جات عندي اختي وداكشي عقب درت كاسكروت نط كنجري، درت هكذا غير كيكه، جبت الكمين حيت ما جاتش عندي بكري. ايوا صافي ودرت حليوه وحطيت هكذا شويه ديال الزيتون، املو، الفرماج، الزيت، كاع داكشي اللي قسم الله حطيناه، خبيز راك شفتو الكمين قطعته معاكم. والكيكه هذه صوبتها غير بالليمون فهمتوا، درت فيها كاس ديال الليمون، واحد كاس هكا ديال الحليب، وصافي وجوج بيضات حتى هي، وصافي وربع كاس ديال الزيت. راني ديما كنشارك معكم هكا، انا مهم راه ديما ملي كندير الكيكه راه يعني راه هاد الكيكات هادو كلهم شاركها معكم. وصافي درت فيها الطروفه هكا ديال التفاح عاوتاني، انا راه كتعجبني الكيكه ديال التفاح البنات. ايوا هادشي اللي كاين. وصافي درت فيها واحد الكاس ديال السميده وكاس ديال السميده وصافي، والدقيق على حسب الخليط صافي. وجمعت العجينه ديالي بالدقيق وجوج خميرات صافي، هادشي اللي فيها البنات. دابا نشاركها معكم ان شاء الله، دابا نعاود نديرها وغنشاركها معكم، حيت دابا مع المدرسه وداكشي كيبغيو البنات يفطروا كيبغيو يديو معاهم شحال من حاجه، كنبغي نصاوب هكا كيكه باش منين يفيقوا كنحط لهم فطور. مره كيفطروا مره ما كيفطروش، مره كيديو معاهم الى عندهم النهار كامل، حيت دابا باقي مخار باقي التوقيت. بنتي الاخرى عندها التوقيت يعني كتمشي من الصباح من 9 حتى ل 41 ما كتعاودش ترجع، وبنتي الاخرى كتمشي وكتجي فهمتي البنات، كتمشي الا دخلت مع 9 غتخرج مع 11، غتدخل مع 2 ونص وتخرج مع 4 و45 فهمتوا البنات. باقي مخربق كنقول تيجي باباهم يمشي عند المدير ان شاء الله باش يحولهم ليا يكونوا مع بعضياتهم فهمتوا. ايوا هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين البنات. صافي هذا هو الكوتي ديالي كاسكروت اختي اولا كوتي. صافي حطيت داكشي اللي قسم الله، قلت لكم راه جات اختي عندي شويه بكري. ايوا صافي ما المهم انا ماشي ما كتعلمني ما تجي حاجه، راه كتجي عندي داكشي اللي قسم الله كنحطو، واخا نحط اختي على الخبز واتاي ماشي مشكل، ماشي برانيه عليا البنات. ايوا هادشي اللي كاين الغزالات. ايوا نتمنىكم ان شاء الله يعجبكم اختي الفيديو. شكرا لكم، شاهدوا لي الفيديو كامل الله يحفظكم ليا، وديروا لي اللايك وتعاونوا معايا الله يجزيكم بالخير، الله يحفظكم ليا يا ربي والله يخليكم ليا والله يعطيكم قصر في الجنه، احبكم في الله الغزالات، راكم عزازات وغاليات والله العظيم، راكم في القلب الغزالات، راكم تاج فوق راسي، راكم تاج فوق راسي البنات، راه بكم انا ما كايناش والله البنات. الله يعاونكم ودعموني، الله يحفظكم ليا يا ربي. شكرا لكم كاملين والله، شكرا لكم كاملين كاع البنات الغزالات كلكم، جميع الكونطات اللي كيدخلوا عندي، البنات اللي عندهم القنوات حتى هما الله يسهل عليكم. شكرا كاع الاخوات ديالي اللي كيكملوا لي الفيديو من الاول حتى الاخر، شكرا لكم
الله يحفظكم الله يجزيكم بالخير. هذه هي الكيكه البنات عرفتوا راه كتجي فنه فنه، راه فايته مشاركها معاكم بكاس ديال السميده وصافي وكتكملي بالدقيق، راه عرفتي كتجي فنه البنات. ايوا وخصوصا راكم عارفين الكيكه ديال الليمون راه كتكون غزاله. ايوا هذا هو الكسكروت، هذه الطبيله ان شاء الله نحطوا الكسكروت ديالنا، وكنقول لكم السلام عليكم، نجيكم ان شاء الله فيديو جديد ونهار جديد، والله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا، والسلام عليكم.